مساء الخير. خبر النهاردة بيقول إن صحيفة إسرائيلية بتزعم بأن حكومة محلب تواصلت مع بعض قيادات فتح اللي لهم علاقات بقطاع غزة لضبط العناصر الإرهابية في سيناء ومعاونة مصر في القضاء على الإرهاب في سيناء. الصحيفة الإسرائيلية بتقول إن هذا التواصل تم فور صدور حكم القضاء بحظر أنشطة حركة حماس في مصر. إحنا بنقول زعمت، بس أنا أتمنى إن ده يكون حقيقة فعلا. مساء الخير. حزب النور عاوز يشكل الحكومة مرة واحدة ولوحده، مش من خلال تحالف أو حاجة، يعني مبدئيا كده عايز ياخد الأغلبية في مجلس النواب، وعلشان يحقق ده أكيد لازم يشتغل على أصوات المنتمين للإخوان المسلمين، لأنه محققش النتيجة دي لوحده في عز ما كان الشارع مهيأ لصعود تيار الإسلام السياسي. حزب النور بيقول أنه عايز يحكم مصر علشان برنامجه الإصلاحي، واحنا في انتظار ملامح البرنامج ده، واللي يا رب يكون حاجة تانية غير أداء الحزب في البرلمان اللي فات واللي سمعنا فيه العجب من نواب السلفيين. حزب النور هو الوريث الوحيد اللي على الساحة النهاردة لأحزاب الإسلام السياسي، ما بيهرجش وبيعمل شغله بمنتهى النظام، وده شيء للأمانة يحسب ليهم، بيلعبوا السياسة، وإن كان الحكم بقى هو هدفهم في المرحلة اللي جاية مش مهم بقى أي كلام عن إنهم مش بيسعوا للسلطة علشان هم بيحبوا السلطة، ولكن علشان ينفذوا برنامجهم. الحزب كمان بيوعد إنه لما ياخد الأغلبية في البرلمان هيستفيد من جميع الكفاءات والخبرات بغض النظر عن انتمائهم السياسي. حزب النور تقريبا واثق من الأغلبية وواثق من حكم مصر مع الرئيس اللي جاي، وبيقول إنه ما عندوش أي مشكلة مع مؤسسات الدولة، وإنه بيحترم الجيش وبيحترم الشرطة والقضاء والأزهر، ودي بالمناسبة المؤسسات اللي الإخوان دخلوا معاهم في مواجهة مباشرة. عايز أقول لحضراتكم إنه من واقع تجربة الإسلام السياسي في مصر واللي كانت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وحلفائها بتمثله، كانت الرغبة في السيطرة والتكويش هي أكبر أزمة واجهتهم وعملت حاجز بينهم وبين الناس والأحزاب. الإخوان كانوا كمان سندين ظهرهم قوي على السلفيين، مواقفهم تقريبا كانت واحدة، وأظن كلنا فاكرين أداء نواب الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي في برلمان بعد الثورة. لكن وبذكاء شديد قيادات حزب النور عرفت تاخد جنب أول ما لقت ورقة الإخوان بتتحرق. الجماعة جماعة الإخوان يعني كانت بتنتحر، وكل ما تقرب من نهايتها كان حزب النور يبعد أكتر. كانت قيادات الحزب بتشارك في مرحلة ما بعد الإخوان، وقواعد الحزب بتساند الإخوان في اعتصام 4 العدوية. ساعتها قلنا إن السلفيين عرفوا السياسة وفهموا من أين تؤكل الكتف. كل الناس اللي كانت محسوبة على حزب النور واللي كانت بتطلع تصريحات تسبب أزمات وتقدر مزاج الناس اختفوا. فاكرين الشيخ عبد المنعم الشحات؟ هو فين دلوقتي؟ فاكرين الشيخ ياسر برهامي وآراءه العظيمة في السياسة والحياة؟ هم فين دلوقتي؟ هم فاهمين كويس انهم لازم يختفوا دلوقتي علشان المزاج العام في مصر ما بقاش بتاع مشايخ ولا دقون، واتغيرت الصورة وتصدرت وشوش جديدة، وجوه اختفت ووجوه جديدة ظهرت. الدقن بقت مهذبة مش طويلة، الأول كانت بتساب على راحتها. سياسة بقى سياسة بقى مع الاختلاف ده لوجوه التيار السلفي. الناس افتكرتهم هجروا السياسة ورجعوا للدعوة، لكن يظهر ان لعبة السياسة طلعت حلوة وعايزين يجربوها تاني. مش بس يجربوها، دول تقريبا عايزين يدخلوا الانتخابات اللي جاية بنفس منطق التكويش بتاع الإخوان وبهدف الحصول على الأغلبية طبعا، ومبدئيا كده ده حقهم. ما كل الأحزاب السياسية لازم تشارك عشان تنافس وتحكم، امال هي أحزاب سياسية ليه؟ النهاردة بقى عايز أعرف رأيكم في تصريحات حزب النور بأنه عاوز يشكل الحكومة القادمة بعد ما يستحوذ على الأغلبية في البرلمان، وهل ممكن الحزب ينجح في إصلاح تجربة الإخوان المسلمين، وإيه فرصه في تحقيق هذا الكلام؟
خليني اروح لضيوف في الاستوديو وارحب بحضراتكم انكم نورتوني النهارده وشرفتوني، وبقول للساده المشاهدين ان انا عايزكم تشاركوني دايما في الاستوديو البرنامج على الهواء من خلال الدخول على صفحات على صفحه البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير. اكتب اسمك ورقم تليفونك واداره القناه هتتواصل معاك وهتشرفني هنا في الاستوديو. خليني اخد مداخله من حضرتك استاذه هند عزت. حضرتك قلت لي مسؤوله في حزب الدستور؟ لا، هو انا مش مسؤوله في حزب الدستور، هو انا عضو اللجنه الاعلاميه او امين اللجنه الاعلاميه عن امانه الدقي والعجوزه، لكن انا مش هعلق باسم الحزب طبعا. نعم، انا هتكلم برايي الشخصي عن اللي حضرتك قوله. انا هبدا بس بتعليق مبدئيا على كلمه حضرتك قلتها، حزب النور عرفوا من اين تؤكل الكتف. لا، هم بالفعل عارفين من زمان جدا من اين تؤكل الكتف، لان هم للاسف مشايخ النظام السابق، مشايخ امن الدوله، يعني نقدر نقول ان هم تربيه امن الدوله في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. هم بالفعل لعبه السياسه هم مشاركين فيها من زمان جدا، كان مجرد لعب على وتر الديني للبسطاء من زمان جدا، ده كان لعبتهم هم، مش حاجه جديده عليهم. بس اللي بيعملوه ده السياسه برضو، يعني قصه ان انا صناعه مبارك او مصناعه مبارك بعد ثورتين، هل ينفع نبدا نخون او كده ولا نقول لا ينفع نبدا نخون بناء على مواقف حضرتك؟ تعالى نرجع، بما ان انا حد من ابناء الثوره، نرجع لمواقف حزب النور في الثوره فيما تم، سواء في 30 يونيو سواء في 25 يناير. ايه اللي هم عملوه؟ هم كانوا اول ناس بمجرد وصول الاخوان الحكم خونونا، هم كانوا اول ناس واحنا بنضرب. خونوا التيار الليبرالي او التيار المدني بالفعل. خليني ارجع لسؤال الفقره، هل حضرتك تؤيدي، لانك ما انت حزب سياسي، ان حزب سياسي منافس يسعى للاستحواذ على الاغلبيه في البرلمان والحكومه مبدئيا؟ مبدئيا انا ضد الاقصاء السياسي. نعم. تمام، لكن في تجربه بتثبت النجاح وبتثبت الفشل. ما ينفعش ان انا اكون حزب فشل، اخذت فرصتي بالفعل وفشلت في تحقيق رغبه الشعب، او الشعب صار عليا، لان احنا بنعتبر ان حزب النور وبنعتبر ان الاخوان المسلمين تيار اسلام سياسي بالظبط، بنعتبرهم في سله واحده. ما ينفعش ان انا اكون خدت فرصتي وفشلت فشل ذريع في تحقيق مطالب الشعب لدرجه ان هو صار عليا ونزل بهذه الاعداد المهوله في 30 يونيو. خليني اخد دكتور نادر بكار المتحدث باسم حزب النور. مساء الخير دكتور نادر. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. في كلام بيتردد على انكم بتسعوا للحصول على الاغلبيه في البرلمان القادم. لا، هو الحقيقه خليني يعني ادقق لحضرتك المعلومه اللي تناقلتها وسائل الاعلام. بالتاكيد هو من الناحيه النظريه اي حزب في الدنيا لا يسعى لافضل تنسيق ممكن نياديا وبرلمانيا، يبقى يعني ده مخالف لاصل نشاته اصلا. انما من الناحيه العمليه احنا بنقول ان شكل المجلس القادم بكل المعطيات اللي قدامنا مش هيبقى فيها اغلبيه واضحه لحد. نعم. احنا بنقول ان احنا مش عايزين نصل لمرحله كحياه حزبيه في مصر، مش عايزين نصل فيما بعد 30 يونيو في اول مجلس شعب بعد 30 يونيو. مش عايزين نصل الى حاله من الفشل بسبب ان يعني احزاب كثيره هتدخل في البرلمان المقبل بتنوعات مختلفة، وممكن يحصل ما بينها تناقض، ما يحصلش التوافق المطلوب، فالشعب يعني يكره التجربة برمتها، وده يضعف أكثر كلامنا على الحياة. طب خلينا نتكلم بشكل عام لدكتور نادر، طموحكم في البرلمان القادم تحصلوا على كم في المية من المقاعد، خاصة أن التجربة السابقة حصلتوا فيها على 25% تقريبا من المقاعد؟ خليني انا معلش اعدل شويه في الرد المتوقع لحضرتك عشان ما اتكلمش على نسب، هو صعب جدا ان حد يتكلم على نسب في البرلمان المقبل ده. بسبب؟ خليني اقول لحضرتك لا، بسبب كثير من المتغيرات، ما حدش يضمن لنفسه ايه هي النسبه اللي يقدر يمثلها. وخليني برضه اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان حزب النور التجربه تجربه السنه بتاعت الدكتور محمد مرسي اكيد حزب النور حاططها في حسبانه ان هي يعني تداعياتها السلبيه واثرها مأثره عليه بلا شك. خليني اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان الدور اللي لعبه حزب النور وحتى لعبه في استفتاء الجمعيه التاسيسيه عايز يكرره مره ثانيه، استفتاء اللي هو الدستور قرار الدستور في 2014 عايز يكرره مره ثانيه. يحاول حزب النور ان يلعب دور المايسترو لو جاز لي التعبير، ودي الجمله اللي انا عايز استخدمها او التعبير اللي عايز استخدمه، هيحاول حزب النور يلعب دور المايسترو في البرلمان المقبل وعند تشكيل الحكومه المقبله. مش شرط ان هو، ان احنا لما نتكلم على اداره
لحزب النور ان يبقى كل افراد هذه الاداره ينتمون لحزب النور، لكن هو عايز يلعب دور المايسترو اللي يوفق ما بين كل الاحزاب وكل الحركات السياسيه علشان الحكومه المنتخبه القادمه، او حتى بالمناسبه احنا ممكن نجدد الثقه في حكومه الدكتور. طب ايه مقومات حزب النور عشان يلعب دور المايسترو؟ مقومات باقي الاحزاب اصلا، وحتى الحزب اللي اشترك في حكومه الدكتور البدلاوي عشان ياخد كل هذه الاعداد من الوزارات. والله مقومات حزب النور وقتها ما يطرحه هو من الشعب في اصواته في البرلمان المقبل. نعم. حصل على نسبه معينه استطاع بها بعد ذلك ان هو يقود مفاوضات داخل البرلمان بقياده حكومه ائتلافيه، فاهلا به وسهلا. غير كده البضاعه والاوراق الناس كلها. طيب في حال نجاح حكومة محلب ورغبة رئيس الجمهورية المنتخب القادم تجديد الثقة فيه، حزب النور موقفه يكون ايه؟ ده انا هاشير لحضرتك لمقالة انا كتبتها وقت يعني اختيار المهندس محمد محلب، ذكرت فيها بالنص في اخرها في الشروق ان احنا مفيش مانع ابدا ان هذه الحكومة، عشان احنا بنسعى لاستقرار او هذا ما ازعمه، ان هذه الحكومة يجدد فيها الثقة مش بس بعد انتخاب رئيس الجمهورية انما برضو بعد انتخاب البرلمان. ويمكن شخص رئيس الوزراء، لكن الوزراء ممكن يتغيروا يعني. سيدي الكريم انا بقول لحضرتك اكمل بس كلامي، لان ده يمكن يكون من الدور المحمود لحزب النور بعد ذلك في البرلمان، ان هو يسعى للاستقرار، مش يسعى فقط يعني ان يكون له صوره في يكون له وضع في المشهد زي ما عملنا قبل كده لو حضرتك تفتكر مع حكومه الدكتور الغنزوري لما كنا في البرلمان المقبل. الحريه العداله كان عايز يسحب الثقه من هذه الحكومه، واحنا كنا بنقول انه لا داعي وان استمرارها وبقائها افضل بكثير جدا من رحيل. طب معلش دكتور نادر، برضو عايز اجابه على السؤال، هل 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 تعتقد انكم ممكن تحققوا نفس النسبه اللي حققتوها في البرلمان السابق؟ صعب التكهن مش بس الحزب النور لغيره من الاحزاب، صعب نعم. التكهن بشكل البرلمان. طب هل ترى ان المزاج العام للمصريين الان مع تيار الاسلام السياسي ولا ضده؟ سيدي الكريم اللي يهمنا ان احنا نبقى جزء من الحل، ما نبقاش جزء من المشكله. انا ازعم ان حزب النور قادر ان هو يطرح نفسه للناس طرحا جيدا، الناس تلمس فيه وطنيه وتلمس فيه حلول للمشاكل. احنا ما نسعاش للتصدر وان احنا الناس تسيبنا تقف تتفرج علينا وتشوف احنا هنعمل ايه، قدر ما نسعى زي ما قلت لحضرتك ان احنا مايسترو يلزم الاخرين بالتوافق ويلزم الاخرين بالروح اللي احنا حاولنا ننشئها في الجماعه. نعم دكتور نادر بكار المتحدث باسم حزب النور في مداخلته تعليقا على خبر النهاردة، أنا بشكرك. هرجع أحمد معايا من القاهرة، اتفضل يا أستاذ أحمد. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبي. أنا عايز أسألك، هل أنت شايف أن حزب النور لو رغب في تشكيل حكومة تعتقد أن هو قادر على تشكيل مثل هذه الحكومة؟ عشان يشكل حكومة يبقى لازم يحصل على أغلبية في البرلمان، شايف أنه ممكن مجلس النواب القادم حزب النور ياخد فيه أغلبية؟ والله يا فندم في الحقيقه انا من خلال اللي تابعته ان الدعوه جت من خلال المهندس صلاح عبد المقصود عضو الهيئه العليا لحزب النور. هو اكد انه بيسعى للمشاركه في تشكيل الحكومه، لا مش لتشكيلها. في وقت الحزب نفسه اشاد باختيار المهندس ابراهيم محلب ووافقه بالاختيار الموافق. نعم. انا مستغرب ليه كل حزب سياسي بيسعى لكسب النظام القائم ايا كان، ان كان نظام مبارك او نظام المعزول مرسي او النظام السياسي الحالي. كل اللي انا شايفه ان هو كل حزب النور بيسعى لمكاسب سياسيه بيتمثل في ان هو يحصل على بعض الحقائب الوزاريه اللي في النهايه لا تقدم شيء. معايير الاختيار دايما بتاتي على اسس غير سليمه مرتبطه بمصالح سياسيه زي ما ذكرت لحضرتك بين التيارات المختلفه. ومن هنا بقى ردا على سؤال حضرتك، اي السؤال سؤالي بقى لحزب النور، ايه الكفاءات اللي ممكن يقدمها الحزب السادس؟ ما خلينا نديله الفرصه احمد للشارع. يعني نديله فرصه، وبشكرك احمد. وخليني ارجع لهند علشان بس دخلت مداخله دكتور نادر بكار بيقول لك هو عايز يلعب دور المايسترو الالفا. طيب ممكن اعلق براحتي يعني؟ اتفضلي. انا شايفه مؤهلات حزب النور السياسيه هي الدقون فقط. هم يجيدوا اللعب على هذا الوتر، لكن مؤهلات سياسية هم أثبتوا بالفعل وبالتجربة. بس ده وجهة نظرك أنت الشخصية. هي وجهة نظري أنا الشخصية، بس هقول لحضرتك حاجة. حضرتك لو عندك شواهد أو أدلة تؤكد أن حزب النور فعلا بيجيد لعب السياسة أنا مستعد أن أنا أسمعك. بس أنا مش طرف، أنا جايب لك نادر بكار على التليفون
وبيقول لك حاولت اعرف توجهه او انه هيشكل قد ايه من الحكومه من البرلمان القادم. هو بيقول ما حدش يقدر النهارده. كيف تلعب دور المايسترو وانت لا تجيد لعب السياسه بالاساس؟ انت معتمد على الاسلام السياسي، رغم ان انا ضد ان احنا يعني ضد ان احنا نخلي الكلمه دي شيء الشعب المصري يخاف منه، لانه فعلا الشعب المصري في خلال عهد الاخوان اصبح يخاف من كلمه الاسلام السياسي. والله ده محتاج حلقه يا هند. خليني اطلع فاصل بس عايز اذكركم حلقتنا النهارده اهم اسئله الاسبوع. بعد الفاصل هنبدا بالسؤال الاول، وعامل لكم مفاجاه فنيه كبيره النهارده، هتشرفني مطربتنا الجميله كارمن.